أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن ضربات ضد من وصفهم بالإرهابيين في الجانب الآخر من الحدود في كردستان العراق. وقال الحرس الثوري أنه قصف معسكرات ومراكز تدريب لجماعات اعتبر أنها مضادة للثورة بواسطة صواريخ وطائرات بلا طيار ومدفعية من غير أن يحدد اسم الجماعات المستهدفة. إلى ذلك وبحضور شخصية بارزة أجنبية وعربية تقيم منظمة مجاهدي خلق مؤتمرها الأول في ألبانيا. المؤتمر يسلط الضوء من خلال فعالياته المتعددة على انتهاكات النظام الإيراني. معنا الآن مشاهدينا من تيرانا موفدة العربية زينة عدي. أهلا بك زينة معنا. زينة حدثينا أكثر عن هذا المؤتمر. هو المؤتمر الأول لمجاهدي خلق في ألبانيا. ماذا نتوقع منه؟ نعم، نحن الآن في معقل منظمة مجاهدي خلق في تيرانا في ألبانيا، وهذه أول مرة تزور عدسة العربية معقل مجاهدي خلق بعد خروجهم من العراق، ويسمى هذا المكان بأشرف ثلاثة نسبة إلى أشرف العراق. بالنسبة لهذا المؤتمر فهو فعلا مؤتمر مميز، لأنه يعد عوضا عن أنه أول مرة يكون هنا في مقرهم، أيضا هناك في شخصيات هامة، شخصيات بارزة حضرت هذا المؤتمر. نذكر منها ثلاثة جرنالات من الذين كانوا يشرفون على حماية معسكر أشرف في العراق، بالإضافة إلى شخصيات من البرلمان الفرنسي والبريطاني، وإضافة إلى محامي الرئيس ترامب وإلى عضو سابق في الكونغرس. إذن هناك شخصيات أيضا عربية تحضر هذا المؤتمر بالإضافة إلى الإعلام. بالنسبة للمنظمة تريد من هذا المؤتمر، هدف المؤتمر إذا أردت أن يكون هناك تسليط ضوء على ما يجري في إيران بالنسبة للقمع وقمع الشعب الإيراني من قبل الحكومة. بالنسبة لهذا المؤتمر يريد أن يركز على داخل الإيران في ظل الظروف الراهنة التي تحدث في من ضغوط أمريكية. بالنسبة للضغوط للأسف انتهى وقتنا يا زينة، فمضطرة أني أقطعك. أشكرك جزيل الشكر. كانت معنا من تيرانا موفدة العربية زينة عدي.